ايوه يا اسطى، النضاره دي مش شغاله. انت ضحكت عليا ولا ايه؟ وصلها بيو اس بي. مساء الفل عليكم. تاخرنا شويه بس هنرجع بشكل الطف واحسن من الايام اللي فاتت. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا حصل في الايام الاخيره. عم مارك بتاع الفيسبوك صحي من النوم كده، فاجئنا كلنا، قال لنا ان هنعمل مؤتمر وهندم كل البلاتفورمز بتاعه السوشيال، الفيسبوك والانستجرام والواتس والواتس عشان الناس اللي بتحب تقول واتس. وقال لك هنحط كل الشركات دي او كل المنصات دي تحت حاجه اسمها الميتا، اللي هي مشتقه من الميتافيرس. طيب ايه هو الميتافيرس اصلا؟ الميتافيرس هي مشتقه من كلمه فيجوال رياليتي كونسبت، اللي هو بالبلدي كده ما ورائيات او ما وراء الكون او ما وراء الحاجه اللي مش طبيعيه. يعني هو هيعمل عالم افتراضي تماما غير العالم بتاعنا، بس فيه كل التفاصيل العالم بتاعنا كده. روحنا في ده، تعالى بقى بص لك ايه واحده واحده. العالم ده هو ابتدى ان انت هتعمل فيه شخصيتك اللي على نفس الواقع بالظبط، وفي الاخر بتقوم مدخلها على البرنامج ده او على العالم ده وبتعيش جوه العالم ده. مش عايزك تبقى قلقان، لان ده التطور الطبيعي للحاجه الساعه. احنا في الاول كنت بتبقى مثلا اخرك بتبعت تكتب جواب وتبعته بالحمام الزاجل، تمام؟ بعد كده طلعت الموبايلات والتليفون الارضي والتليفون العادي وتليفونه بزراير، بعد كده بتدوس مسج بيرد عليك بمسج اللي هي التكست يعني. بعد كده اتطورنا اكتر، بقى فيه السمارت فون والتاتش، كان حصل ثوره جامده جدا عشان بندوس على الشاشه فالدنيا بتطلع. وبعدين الموضوع ابتدى خلاص، بقى وصلنا ان احنا هننقل العالم بتاعنا ده لعالم تاني، عشان احنا بقى خلاص جبنا اخرنا من العالم ده، فهنروح بقى حته تانيه كده على النظافه نبني على نضيف. هتعمل فيه كل حاجه بس مش هتاكل وتشرب، يعني عشان بس الناس اللي ايه الاكيله. انت هتخلص شغلك، ممكن تلعب شويه، ممكن تعمل حتى الانترفيو بتاع الشغل ممكن تعمله على في العالم ده، تحاول يعني مش عارف هيبقى في سفر برضو عبر البلاد من في العالم ده ولا لا. الناس اللي عايزه تفهم قوي قصه العالم ده، في كذا فيلم كده اللي هو ريدي بلاير 1، والمسلسل اسمه بلاك ميرور، وفي اللي هو الفيلم الكرتوني اللي هو بتاع وولي. كل دي افلام بتوحي او بتفسر لك العالم اللي جاي ده، او الشكل اللي مارك عمله ده هيبقى عامل ازاي بعد كده. اكيد في مميزات، يعني اكيد الموضوع مش هيبقى كله مساوئ، بس الفكره في المميزات هنا ان هي برضو هتبقى ايه، انت خلاص قفلت دنيتك على العالم ده وحطت النضاره، فانت مش هتشوف ولا يعني تعمل اي حاجه تانية في الواقع بتاعنا. طيب اضرار بقى الميتافيرس وكل الهوجه دي، احنا اصلا يعني عافانا الله واياكم، يعني احنا بنتعالج من التوحد اصلا، فكمان يبقى عندنا حاجه تانية تساعدنا على التوحد، يعني مش ناقصه الصراحه. يعني ف اكتر ناس هتبقى مستفيده قوي من الموضوع ده دكاتره العيون طبعا، عشان احنا خلاص تبقى النضاره لازقه في وشنا كده مش هنشوف اي حاجه، والناس بتوع الدكاتره النفسيين يعني يحضروا الشغل بقى، يحضروا الدنيا عشان من السنه الجايه خلاص انتوا الشغل هيبقى عليكم كلكم. واحلى مسا على عم ضياء.